لبعض اللقاءات مع بعض الوزراء او الوزارات الحقيقه اللي هي على تماس مع المواطن. ناخذ ويا ليت حتى لو نبدا بالدكتور فهد ابو الغنيم وزير الزراعه طالما انه بدانا الحديث عنه. ناخذ تفضل. الري في نجران. وين فيها؟ اللي في مركز البستنه. لعدم التزام البستنه بوضع اليه للحد من هدر المياه واستخدام سهاريج الماء الشرب لسقي المزارع او الاشجار داخل البستنه. فماذا عملتوا من حلول حيال هذه الشكوى؟ انا اتذكر ان في زميل عمل في الوزاره قدم شكوى ورفع لي انا شكوى وحنا ناخذ اجراءات وارسلها الظاهر مثل ما ذكرت الى حقوق الانسان هي مكافحه الفساد. اخذت اجراءها خلاص اذا ما في داعي اني اتدخل. كان ردكم ان نجران يقع في نطاق الدرع العرب معروفه، بينما ما وضعتوا حلول. الحلول ما هي في نظرك؟ والله احنا ما نستغني عن الفكر اللي عندك، اقترح علينا حلول. هو قدم فكر واقتراح هو حسن. طبعا في مقاطع الوزراء كتبت، تبغى تعلق لي على المقطع على اداء وزاره الزراعه؟ والله يا اخي الدكتور فهد فيه من الحماقه شيء الكثير. ما تشوفها قاسيه هذه الكلام؟ لا ما هي قاسيه، يعني قبل 3 سنوات مجلس الشورى سال الاستاذ سعود الشمري عن تقلبات اسعار القمح ولماذا الوزاره لم تتنبأ بها في ظل وجود وكاله وزاره للشؤون الاقتصاديه والابحاث، فكان رده زي ما قال هنا، قال إذا عرفناك علمناك. اليوم سأله زميل سؤال يبدو لتحسس من الوزير، قال لن أجيب على سؤالك. يعني الكبير هو اللي يكون صدره واسع. الدكتور فهد الله يهديه يعني صدره يضيق بالنقد. نعم. ف يعني صار في عمل بينكم؟ لا. يعني كنا في لجنة واحدة سنتين لكن ما صار عمل منذ أن صار وزير. ما صار عمل بين. طيب احنا بس عشان أيضا نؤسس للحوار نقول للدكتور فهد الغنيم، فهد بالغنيم وزير الزراعة له حق الرد في وقت شان بغى اليوم أو في أي حلقة أخرى. تسمحنا في فاصل والمشاهدين ثم أيضا نستكمل باقي المشاهد، مشاهد الوزراء أو بعض لقاءاتهم. فاصل ونعود.